سهلة كتير الجرام ستين وبسيطة جدا. This staining procedure developed بال1884 by Danish physician اسمه كريستن جرام. Is the most important procedure in microbiology. غالبا 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 مستحيل تدخل مختبر مايكروبيولوجي وما تعمل جرام ستين. Separates most bacteria into two groups. حكينا جرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا. وحكينا إنه الجرام بوزيتيف بكتيريا thick layer والجرام بوزيتيف نيجاتيف بكتيريا thin layer. فبالتالي الجرام بوزيتيف بكتيريا راح تنصبغ عندي باللون البلو أو الفيولت اللي هي صبغة الكريستال فيولت، والجرام نيجاتيف بكتيريا حتنصبغ بالريد. ليش هاي بلو ليش هاي ريد؟ حكينا عشان البيبتايدو غلايكان layer thick و thin. هلا شو الستبس اللي أنا بعملها؟ أول إشي أنا بصبغها بكريستال فيولت، تمام. الكريستال فيولت بيكون لونها بلو او بيربل، تمام، او فيولت يعني. هلا هاي لما انا احط كريستال فيولت جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف التنتين حينصبغوا فيها، بس بدي اروح للستيب الثانيه تبعتي اللي هلا حغسلها، بعدين حاحط ايودين. ايودانت بيسموه الموردنت، موردنت يعني الصبغة اللون يلي بيثبت لي اللون اللي انا حطيته. انا حطيت كريستال فيولت بعدين بحط صفرانين، سوري ايودين. الايودين هذا راح يثبت لي اللون البلو تبعي او البيربل تبعي بالجرام بوزيتيف بكتيريا، برضه حيثبت لي بالجرام نيجاتيف بكتيريا. لكن انا بعدين حاحط الكحول او الاورجانيك سولفنت. الأورجانيك سولفنت حاستخدم أسيتون أو إيثانول، تمام. الأسيتون أو الإيثانول شو وظيفته؟ دائما وظيفة الأسيتون والإيثانول أو الأورجانيك سولفنت إنه هي بتعمل إكستراكشن. أي إشي أنا حطيته، أي صبغة أنا حطيتها بس أحط عليها أورجانيك سولفنت، حتعمل لي إكستراكشن لهذا اللون اللي أنا حطيته. هلأ بالجرام نيجاتيف بكتيريا لأنه طبقة البيبتايدو غلايكان ثين، لما بحط عليها الأورجانيك سولفنت وحطيت أسيتون أو إيثانول أو أي الكحول، تمام، حطيته بالجرام نيجاتيف بكتيريا لأنه بيبتايدو غلايكان تبعتها ثين، اللون البلو حيصير له إكستراكشن، فراح يروح اللون البلو، تمام. بس الجرام بوزيتيف بكتيريا عندها ثيك وول من البيبتايدو غلايكان، ف الصفر الايودين سوري الاورجانيك سولفنت هذا ما راح يقدر انه يخترق كل هاي الطبقات ويطلع لي اللون الازرق ويعمل له اكستراكشن، ما حيقدر لانه عندك طبقه كثير ثخينه، واحنا شفنا لما قارناهم مع بعض كثير الفرق بينهم واضح. فبالتالي اللون الازرق طلع من الجرام نيجاتيف بكتيريا وضل موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا. بعدين انا راح اجيب اللون الصفرانين بستخدمه اللي هو لونه أحمر، لون الصفرانين، تمام. بصبغ التنتين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. عندي تو سلايد، أنا ما بعرف أي واحدة بوزيتيف أي واحدة نيجاتيف. بصبغ التنتين عندي باللون الأحمر أو باللون الصفرانين، بصبغة الصفرانين. صبغة الصفرانين تعتبر ديكولاريزيشن للجرام نيجاتيف بكتيريا. ديكولاريزيشن يعني أنا بعيد تلوينها، اوكي، اعاده تلوين للجرام نيجاتيف بكتيريا. لانه انا اذا رحت هلا ما حطيت صفرانين ورحت شفتها تحت الميكروسكوب حاشوف ولا إشي، تمام، لانه انا الميكروبس بكتيريا عشان اشوفها تحت الميكروسكوب لازم احط عليها صبغه علشان اقدر اشوفها بشكل واضح. فبالتالي الجرام نيجاتيف بكتيريا اخذت اللون الصفرانين، الجرام بوز بعدين برجع بغسلها طبعا بووتر. انا الجرام نيجاتيف بكتيريا احتفظت باللون الاصفر، الجرام بوزيتيف بكتيريا لما غسلتها عن اللون الصفرانين راح الصفرانين، اوكي، الصفرانين راح، ضل عندي بس اللون الازرق تبع البكتيريا او اللون البيربل تبع البكتيريا. فلما اشوفهم تحت الميكروسكوب حاشوف الجرام بوزيتيف لونها بيربل او فيولت او بلو، والجرام نيجاتيف بكتيريا راح اشوف لونها ريد او بينك حسب قديش انا حطيت صفرانين. طيب وين وصلنا؟ طب الجرام ستين، هلا الجرام ستين بقول لك انه هي يوسفول ان تو ويز، عشان انا اعمل ايدنتيفيكيشن لماني بكتيريا، و انفلوينسينج ذا تشويس اوف انتيبيوتيك بيكوز ان جنرال جرام بوزيتيف بكتيريا ار مور سسبتبل بنسلين جي اند ذان ار جرام نيجاتيف بكتيريا. احنا حكينا ليش الجرام نيجاتيف بكتيريا عندها بيريبلازميك سبيس بتحتوي على البيتا لاكتاميز، فبالتالي انا ما راح اعطيهم بنسلين. ليه؟ لانه البنسلين هو بيتا لاكتام دراج، استخدم بيتا لاكتام دراج بنسلين مع بكتيريا اصلا حتقضي على البنسلين تبعي وعلى البيتا لاكتام اللي انا اعطيتها هي، فبالتالي انا ما استفدت شيء. فهذا الاشي بيساعدني اعرف انا جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، فيها بيتا لاكتامز او ما فيها بيتا لاكتامز.
فيها بيبتايد ثيك لاير من البيبتايد وغلايكان، فأنا والله بقدر أشتغل على البيبتايد تبعها عن طريق البنسلين. لما أستخدم البنسلين فانكومايسين سيفالوسبورين حكيناهم قبل شوي، فأنا بحطم البيبتايد وغلايكان تبعتها، ما بخليها تصنع البيبتايد وغلايكان تبعها. ليه؟ لأنه بعمل انهبيشن للبيبتايد كروس لينك، إنه يربط لي التو بيبتايدز التو تترا بيبتايد تشينز مع بعضهم البعض، وحكيناهم. وهذا بس هيك مثل مراجعة. أوكي، هون بحكي لنا شو هذا التيبل. أوكي، في عندك أنتي ميديكالي امبورتنت بكتيريا، أنا ما بقدر أزرعها، سوري ما بقدر أصبغها بالجرام ستين، فبستخدم لها صبغات تانية مثل المايكوبكتيريا، مايكوبكتيريوم تيبركولوسس. حكينا إنه هي في عندها تو ماتش ليبيد، في عندها واكسي لاير، تمام؟ فأنا ما بقدر أصبغها، صبغة الجرام ستين ما بتدخل للداخل إلا أني أنا أستخدم كاربول فيوجن، وأستخدم مع HCL علشان أقدر أعمل penetration للصبغة تبعتي. فبستخدم الأسيد فاست ستين عشان أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب. التريبانوما باليديوم السيل وول تبعها كثير سين إنه أنا أقدر إني أصبغها وهيك، فهي كثير رفيعة إنه أنا أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب. فبالتالي بيحكوا لنا انه بنشوفها بالدراي دارك فيلد مايكروسكوب او فلوريسنت انتي بوديز، انه انا احط عليها انتي بوديز معينين بيكونوا فلوريسنت يعني مشعين بشكل ما، بيكون انا عندي انتي بودي للانتيجنز تبعون البروتينز تبعون سطحها مثلا، او البروتينز تبعون سطحها، فالانتي بودي تبعي بيروح يربط مع الانتيجن تبعها وبيكون الانتي بودي تبعي مضيء، تمام؟ فانا بقدر اشوفها تحت الميكروسكوب. المايكوبلازما نومونيا ما عندها سيل وول وهي كتير صغيرة إنه أنا أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب، فبالتالي ما بقدر أشوفها تحت الميكروسكوب أبدا، فبعملها PCR أو بعمل لها antigen antibody reaction. عندي الليجنيولا بينوموفيليا فيلا، هاي البكتيريا صعب إنه أنا أعزلها من ال إنه أنا أعزلها، تمام؟ او صعب انه هي تاخد، سوري، صعب انه هي تاخد الكاونتر ستين الريد، الريد كاونتر ستين، صعب انه هي تاخد الريد ستين تبعت تاخد الريد ستين تبعتي، اوكي، الكاونتر ستين تبعتي. فشو اللي بعمله انا عشان اقدر اشوفها تحت الميكروسكوب؟ بحط الكاونتر ستين بس ما بحطها قد ما بحطها على البكتيريات الثانية اللي أنا سهل إني أنا ألاحظها تحت الميكروسكوب، فبخلي الكاونتر ستين التايم تبعها يطول أكثر، بدل ما أحطها 30 ثانية مثلا بحطها دقيقة دقيقتين. في عنا الكلاميديا، كلاميديا بيحكوا لنا الانتراسيلر تبعها very small، تمام؟ فأنا عشان أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب بستخدم بصبغ الانكلوجين بوديز تبعونها بالسيتوبلازم. الريكتسيا الانتراسيلر تبعها برضو كتير سمول، فما بصبغها بالجرام ستين، في عنا صبغة اسمها جيمزا ستين بستخدمها عشان أصبغ التشيو، فبدل ما أصبغها بجرام ستين أسيد فاست ستين أو أي ستين مصبوغة عادة البكتيريا فيها، مصبوغها بتشيو ستينز مثل الجيمزا ستين. أوكي، that's it.